نوفمبر القادم. الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية المنعقدة بالجزائر الجرندي يترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري بالجزائر. القسرين القبض على عصابة متحيلة تتولى النقش على قطع النقدية والإيهام بأنها أثرية. وسقوط 146 قتيلا في فعالية الاحتفال بالهالوين بكوريا الجنوبية. إلى تفاصيل النشرة، حيث أفاد محافظ البنك المركزي التونسي مروان العباسي في تصريح إعلامي له اليوم السبت 29 من أكتوبر الجاري بأن أول تمويل بالنسبة للبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولية سيكون خلال شهر ديسمبر القادم. وأضاف العباسي خلال إشرافه على ملتقى علمي حول دور الخبير المحاسب في إدارة المؤسسات زمن الأزمة بصفاقس أن البرنامج الذي تقدمنا به إلى صندوق النقد الدولية كانت تونسيا بحتا، حيث تم الاشتغال عليه من قبل كفاءات تونسية، مما يمثل نجاحا لتونس. وفي سياق آخر، وتبعا للحادثة الأليمة التي جدت اليوم السبت 29 من أكتوبر الجاري بإحدى ولايات الشمال الغربية وتعرضت خلالها أم لطفلين إلى الحرق حتى الموت من قبل زوجها، أعلنت وزارة الأسرة والمرأة والطفولة وكبار السن أنها سخرت مصالحها الجهوية لمتابعة الفورية والتعهد بابني الضحية، طفل 14 سنة وطفلة 12 سنة، الذين لم يكونا متواجدين بالمنزل أثناء الحادثة. وقد تنقلت مصالح الوزارة إلى منزل جدة الطفلين رفقة المندوب الجهوي لحماية الطفولة والمختصة النفسية بقسم النهوض الاجتماعية لتأمين التعهد النفسي بالطفلين واتخاذ ما يتعين من تدابير لتأمين مصلحتهما الفضلى. وفي ذات السياق، تولت المصلحة المختصة النفسية مقابلة الطفلين ومعاينة آثار الصدمة النفسية الحادة التي يواجهانها والاستجابة لرغبتهما في الابتعاد بعض الوقت عن المنزل. وتولى المندوب الجهوي لحماية الطفولة أعلام قاضي الأسرة بالإجراءات المتخذة في الغرض وتعيين جلسة للنظر في وضعية الطفلين القصر بعد فقدانهما للسند العائلي على إثر وفاة والدتهم والاحتفاظ بوالدهم. وأكدت الوزارة أن وضعية الطفلين محل متابعة حينية من قبل المصالح الجهوية المختصة بالتنسيق مع قاضي الأسرة. وفي سياق آخر، أكد رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر على الأهمية التي يوليها مجلس الهيئة لضمان حملة انتخابية آمنة ونظيفة والتعامل بكل جدية مع الجرائم الانتخابية وأحكام التنسيق في هذا المجال مع الضابط العدلية والنيابة العمومية، وذلك لدى إشرافه صباح اليوم السبت 29 من أكتوبر الجاري بالمركز الدولي للتكوين المكونين والتجديد البيداغوجية على افتتاح أشغال دورة التكوينية التي تنظمها الهيئة لفائدة عدد من إطارات وزارة الداخلية حول الحملة الانتخابية والجرائم الانتخابية. وفي إطار تنفيذ مشروع الخط البيئي للقروض سان ريف الممول من الوكالة الفرنسية للتنمية والاتحاد الأوروبي، تمت برمجة أعداد دليل بيئي يتعلق بإزالة التلوث عن قطاع النسيج موجه لكافة المتدخلين في القطاع وخاصة المؤسسات الصناعية وكذلك مكاتب الدراسات والخبراء البيئيين. وبهدف ضمان استجابة دليل لانتظارات القطاع، نظمت الوكالة الوطنية لحماية المحيط والقطب التنموي مناستير الفجة بالتعاون مع المركز الفني للنسيج والجامعة التونسية للنسيج والملابس لقاء مع المؤسسات الناشطة في القطاع والباحثين الجامعيين في هذا المجال، وذلك للحد من التلوث الصادر عن هذا النشاط. وفي علاقة بالشأن الثقافي، اختتمت ظهر اليوم السبت بالمكتبة العمومية شارع الحبيب بورقيبة بسيدي بوزيد فعالية الدورة 32 لمهرجان مرآة الوسط الثقافية بتكريم مجموعة وثلة من المبدعين من شعراء وكتاب إلى جانب المشاركين في المهرجان، والذي انطلقت فعاليته يوم أمس الجمعة 28 من أكتوبر الجارية. وفي أفق انعقاد الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة يومي 1 و2 من نوفمبر، انعقد اليوم بالجزائر اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات على المستوى الوزاري برئاسة عثمان الجرندي وزير الشؤون الخارجية والهجرة
والتونسيين بالخارج بصفة تونس رئيس القمة العربية 30 وبمشاركة وزراء خارجية كل من الجزائر مصر الكويت وزيري الدولة لكل من قطر والسعودية وبحضور الأمين العام لجامعة الدول العربية. وفي كلمته الافتتاحية توجه الوزير بخالص التقدير إلى كافة الدول العربية للحرص المستمر على تثمين أواصر التنسيق وتشاور مع بلادنا على مدى رئاستي القمة منذ سنة 19 و2000، وأكد أن تونس كثفت رغم السياق الإقليمي والدولي الصعب من جهودها لدعم القضايا العربية، وذلك من منطلق الالتزام بنصرة القضايا العربية والدفاع عن مصالح شعوبنا العربية والمساهمة في رفع معاناة أشقائنا في مناطق الأزمات والنزاعات. ومن جهة أخرى، شدد الجرندي على أن عضوية تونس بمجلس الأمن خلال سنتي 21 و2020 و2000 شكلت دعامة رئيسية لمبادراتها وتحركاتها واتصالاتها وفي نقل القضايا العربية إلى صدارة الاهتمام الدولي، باعتبار أن ترسيخ أمن واستقرار المنطقة العربية هو ترسيخ للأمن والاستقرار الدوليين. وفي سياق أمني، تمكنت كل من فرقة الشرطة العدلية وفرقة شرطة النجدة من إيقاف 6 أشخاص في مدينة سبيتلا، من بينهم شخصين أصيليين مدينة القصرين و4 أشخاص من جنسيات أجنبية، حيث تم حجز قطع نقدية أجنبية بحوزتهم ثم مسحها بمعدات خاصة والنقش عليها برموز توحي بأنها قطع أثرية قصد الإيهام بأنها كنوز للتحايل بها. وباستشارة النيابة العمومية أذنت بالاحتفاظ بهم ومباشرة الأبحاث من أجل إتلاف عملة وطنية وافتعال ثانية تعود لحقبة تاريخية قصد التحايل والمشاركة في ذلك. وفي أخبار العالم، أفاد مصدر من الأطفاء بأن عدد المتوفين المسجلين في حادث تدافع في منطقة بوسط العاصمة الكورية الجنوبية بلغ 146 قتيلا، وأضاف بأن عدد المصابين بلغ 100 مصاب، وأضاف أن بعضهم في حالات خطيرة، وذلك خلال فعاليات الاحتفال بمهرجان الهالوين. نهاية النشرة الإخبارية، وهذا تذكير بأبرز ما جاء فيها. محافظ البنك المركزي التونسي يؤكد بأن أول تمويل بالنسبة للبرنامج الجديد مع صندوق النقد الدولي سيكون خلال شهر ديسمبر القادم. الدورة 31 لمجلس جامعة الدول العربية عثمان الجرندي يترأس اجتماع هيئة متابعة تنفيذ القرارات والالتزامات. القصرين، القبض على عصابة متحيلة تتولى النقش على قطع النقدية والإيهام بأنها أثرية. نهاية النشرة الإخبارية قدمها لكم نصر الدين حميدة، إلى اللقاء.